واحد من المشاهد ولاية بطيخ سنة 2017 مشهد مال العرس أمبير تتذكره صح؟ شفنا عينك مزورقة كانت مقتول كنت مقتول استغربنا منه اللي هيك سوى وبكذا مشهد بينت وأنت يعني أكو إصابات أخوي حتى هنا تركز حاجبي مشقوق هاي صدق أخوك كان ليش يعني لا هي يعني فترة بالنسبة لي كانت كلش صعبة كانت أكو مشاكل عائلية وظروف وهذا الموضوع يصير يعني مو بالنهاية مصارين البطن تتعارك بيناتها شلون قدرت تروح تمثل وانت طالع من مستواك معركة يعني أنا أشوف الممثل الجيد هو اللي يعرف يعزل يفصل بين الحياة الشخصية والحياة تتذكر طبقت السيارة ومضمد هذه فقال لي بيك علي فاضل قال لي تمثل لو شو الموضوع قلت له لا لا أمثل هو يعرف يعني مخابره بالتليفون مشكلة كبيرة يعني فقال لي العدو أوكي قبل لا نصور بين ما ينصبون الإضاءة خلي تعليمي بالسيارة إحنا كنا خارجي فقاعدين كل من بسيارة يعني فقال لي تعليمي بالسيارة واحدنا خلينا نسولف فقعدنا بالسيارة تقريبا نص ساعة بين ما ينصبون الأجهزة والإضاءة وهاي الأشياء سولفنا نص ساعة عن المشكلة والأشياء والهاي فجهزني نفسيا للمشهد فطبيت سوينا عرس صحك الناس وانت المشهد طلع كلش حلو هو هذا مال عرس بس من تنتبه بالمشهد راح تلقاني مزورق يعني بالفعل.